السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير احسن الاحوال وفرق الوشكم. دخل علينا الله ان شاء الله هذا العيد بالرباح والصحه والرزق ان شاء الله للجميع باذن الله. اليوم كاينين موديلات زوينين بغيت نبارطاجيهم معكم. كما كتعرفوا العواشر كيكونوا جميع الموديلات كاينين في المحل، وبغيت نخرجوا لكم. اول حاجه هذا الموديل اللي لابسه انا كما كتشوفوا، هذا البنات راه العام اللي شي العام اللي فات، دابا شي عامين تقريبا باش انا مصايبه. غير كما كنقول لكم ملي كنطرزوا باليد البنات كيبقى الموديل تلبسيه هذا العام والعام الجاي وتبقى عندك ديما. شو كما كتشوفوا خدمت فيه مرمره زوينه حتى هي ما كتموش، كتعجبني في الوقيته ديال الشتاء، وخدمته طرزته باليد. وهذا اللون هذا راه بحال الكري زوين، هو الكري مغلوق، وخدمته بهذا اللون هذا بحال لون كاشير كنقولوا مرتديله. وكاين الموديلات اخرى ان شاء الله نشاركهم معكم، نتمنى يعجبكم. هاد البنات هذا راه ديجا وريته لكم، انا كنوريكم اللون فيما كنشونجي اللون كنوريكم كيفاش كتجي الخدمه. شو هاد الوينات اللي خدمنا في هاد اللون؟ هذا ترابي مغلوق جزوين، وفتحت في جناب كيما دابا نتوما راه عرفتوا هاد الموديل هذا. الجديد هذه كتجي زوينه، كتجي هنا وهنا شفتوها نبتات حضاريه، هذه حتى هي دارت هاد الجهه هذه وخدمت المونش، كتجي حتى هي زوينه. اختارينا لان نوار دخلنا مع الغوز فجلي هذا ومعاه الفيغ بوتي وعاد التنبات، كتجي زوينه. بنات هذه حتى هي غزاله طلعت عجباتني انا، هذا بلو تخدم بالبونتي كروات، تخدم بالغوز، غوز فيشيا وتنبات وليمونش. ها هما هادي الصنعة ديال اليد البنات زوينة، كتجي متولة ماشي لا ماشين. الخدمة اللي ماكينة، أنا كنخدم ماكينة ولكن كنحاول أنني نطرز باليد، كتجي الخدمة زوينة. عندهم هاد الموديل كيطيح في جميع الألوان، شتو انتي جيبي ليا غير التوب وأنا نعاونك في اللوينات. هقولك اشنو غديري، شنو تناسقي معاه، شنو الأغلبية ديال الكليان كيقول ليا وسام ديري اللي بغيتي، خليت لك التوب وديري اللي بغيتي. بحال بنادم كيولي تيقفك ملي كيخدم عندك بزاف د المرات، وهادي كيولي كيتيقفك كيعرفك شنو كيفاش كتخدمي، وهادي كيقول لك ها التوب ديري فيه اللي بغيتي. هاي يعني كطيح جميع الالوان، هاي في الفير جاتها زوينه هاد السيده هادي، هادي حتى هي جايه من البنات صحتها. هاد الموديل هذا كيجي زوين، هادي جبليه، هاد الناس هما جاو من اليوتيوب، جاو الناس بزاف الصراحه من اليوتيوب هاد العيد هذا، وثقوا فينا وكتجي كتقول لك انا ارتاحيت لك عي خدمي ليا، وكاينه اللي جايبه جوج ثلاثه تنقول لها خدمي واحد وجربي، الناس تقول لك معليش انا ثقت فيك. والحمد لله نتمنى نكونوا حنايا في محل الثقه اللي عطاونا. هادي البنات هادي تاهي زوينه كتجي فنه، هادو اللوينات شويه خرجناهم شويه جريئين. البلو في الصح البلو كيتواتى مع هاد اللوينات الصراحه، شي كيجا شوفوا الفصاله البنات ديال الموش كتعطي فيه 30 هذا باش كيجي طايح، وكتجي اللبسه بحال هكا كتجي ايفازيه، جلا خاصها تجي ايفازي وتجي شويه عريضه من تحت، ما تعطيش داك العرض دابا ما بقاش لتحت بزاف. ولي موش ديالها شوفوا وتخدمت براندا جات فنة وتيولا. بلات هاد التقفيط تا هو نبغي نوري ليكم تا هو غادي يخرج، هدا مولاتو من الجديدة. صحتك جاك زوينة اختي، خدمنا ليها الصم في البيض، طرزناها بالصم في البيض وجبنا هاد ليزيستخاس، خدمناها هما ليزيستخاس مكيبانش مزيان الصراحة. وخدمت انا حاولت انا نخرج اللون شويه مغلوق في التنبات وطلع ليها زوين بصحتها لبسو تاعها. هادي راندا، هادي كبياس راندا التحتاني راه فلوغي والفوقاني راه خداتو كريب، كريب عادي، وخدمنا لها حنا اللون في اللون الراندا
وجاتها زوينه متوله. هادي دابا تبقى عندها البنات الجلابه مده طويله بصحتها. هذا قطع حتى هو غادي يخرج ليوم حتى هو نبغي نوريه لكم. هذا تطراز بالبغونس وتنبت كما كتشوفوا. هاي الطريزه طرزه هندسيه، هادي كتجي زوينه ثاني في البيتزا. المهم انا خلطت لكم اليوم جلالب فاطن كلشي. هادو فراشات ديال واحد السيده حتى هي من طاليان، حتى هي من اليوتيوب، سميتها امينه. صحتك امينه. تاقت فينا حتى هي، ما تنعرفها ما شفتها ما والو. عيطت ليا قالت لي وسام هاكي توكلي على الله. خدمنا لها منوار وخدمناه بالبرونز وجاتها زوينه وصحتها، نتمنى تعجبها. وهذه ديال واحد السيده، هذه حتى هي برا، هادو جا خواتها تحطوا ليها حتى هي من اليوتيوب. هذه اخت لمياء، هذه لمياء اخت نجلاء. صحتك، فراشتك جات زوينه، حتى البلو عطا زوين. كتجي زوينة. صحتك، هذه حتى هي جات من اليوتيوب. صحتكم والله الا كنشكركم حيت ثقتوا فينا وجيتوا وحطيتوا. ماشي سهلة باش تجي تحطي مثلا شي جلابة ومثلا أي حاجة متعلقة ب مثلا غنبدل كوافورة ولا غنبدل خياطة، صعيبة صعيبة شوية. المهم ها هو كنشكركم حيت ثقتوا فينا ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. جات زوينة من البتة. صحتك أختي، نتمنى تعجبك. هذه البنات جبلية، ديجا وريتكم هاد الجلابة وريتها لكم في اللايف. هذه جبلية كتجي زوينة بالبرونز. الكريب كيطيح حتى هو زوين في الجبلي عندك. بصراحة خصو غير يتفصل مزيان شي جبلي، خصو يتفصل مزيان باش يطيح زوين. هيا نوري لكم فنون اخر. هذا فجلي، هذا الموديل تخدم بزاف عندنا هاد الايامات حيت الناس بحالنا محتاجين جليبات سبور. شتي كتجي زوينه. هذه جلابه عاديه ضوا، وهذه تخدمت في الجبليه حتى هي طاحت زوينه. هذه مولاتها بغات لها هاد السير، هذا طاحت فنة. هادي البنات جلابي جيهان، ها جلابيتك جيهان. صحتك، صبعت ليا مخي جيهان كل مرة. اختي فين وصلت الجلابة؟ اختي ها جلابيتك جيهان. البنات قولوا لها كي جات الجلابه، قالت لكم خليوا ليها الراي ديالكم. ها هي جليلي بيتك خدمتها دغوا. تحتك اجي هاد جليلي بيا. البلو كيتواتى مع هاد لو جون، كيجي زوين. ديجا وريتكم هادي، غير كنوريكم ملي كنختلف اللون كيتشونج اللون، كتبدل تقريبا حتى الخدمه والشكل ديالها. هاد تبع شوعي شتو، وكيجي زوين. انا كيعجبني هاد التويب هذا اللي كيكون فيه هاد الحبيبات هادو، كتخرجي حنا اللون، كنخرجوا الكلوينات باش كنخدموا. زوينه هذا كافيار البنات، شوفوا في هاد اللون هذا كيطلع. هذه جلابيه المراكشيه. صحتك اختي جليلي بيا، لبسي تعاودي ان شاء الله غير معانا. هاد التونسي هذا حتى هو زوين البنات. ها هو شوفوا في الفيغ كيفاش جا جفن.
صارينا على الوينات جو زويونين. نحاول أنني نقلب على كل شيء باش نوريكم يعني سيريكم والو. هذا اللون في اللون ونتمنى يعجبكم هذا الشيء كامل اللي خدمنا ونتمنى تشجعونا ديما كيف ديما بصراحه نتوما مشجعينا غير زيدونا شويه عطيونا لي لايك الناس بارطاجيو معنا وعاونونا ولا عندها شي صاحبتها تتسول الخدمه بغات خياطه بغات تشوف اشنو خارج ماشي ضروري تخيط عندنا تشوفي اشنو خارج اشنو كاين اشنو دارج مرحبا بكم اختي معنا وبالنسبه للاثمنه كما كنقول لكم ما غاديش نقول الاثمنه في القناه حتى اللي ماشي كلشي كيكون مثلا باغي يخدم وهذه انا كنوريك الموديل ولكن انت غير دوزي عندي الواتساب وخدمي معايا ونقول لك اي حاجه ما عنديش مشكل ومرحبا بكم وحنا فين كاينين حنا كاينين فوق البرنوصي في اقامه سميتها مدينتي قدام تيران الوفاء معروفين ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو كيفاش توصلوا عندي الناس اللي غيطلعوا على لوطوروت على لوطوروت ديال لا القنطره ديال البرنوصي غنوريكم كيفاش توصلوا عندي ومرحبا بكم وبارطاجيو لينا وبدات لي الله اول مره كيتفرجوا فينا ما تنسيش تابوناي وتفعلي الجرس باش ديما تبقى يوصلك ديما الجديد ديالنا ونشوفوا هذا الشيء في لي ماركة.
بالنسبه للبنات اللي جداد عندنا، الى عجبكم الفيديو تابونوا عندنا في لاشين، فعلي الجرس باش ديما يوصلك الجديد. اكيد ما غتنادميش، غتبقاي ديما تشوفي شي حاجه جديده. وانتي ولا نبدا نشكر في الخدمه ديالي البنات ومرحبا بكم الفيديو الجاي ان شاء الله.